دلوقتي نروح لاخبارنا اللي هنبتديها مع الفنانه ريم البارودي اللي انضمت لاسره مسلسل ازمه نسب مع الفنانه زينه، وهتبدا تصوير دورها الاسبوع اللي جاي. والمسلسل من بطوله محمود عبد المغني ووليد فواز ونسرين امين وسلوى خطاب، ومن تاليف محمد صلاح العزب ومن اخراج سعيد حامد. بشكل نهائي استقر فريق عمل مسلسل الخنكة على الاسم ده بعد ما اتردد اشاعات عن تغيير اسمه، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان اللي جاي، وهو من بطوله غادة عبد الرازق وفتحي عبد الوهاب وماجد المصري وانتصار، وهو من تاليف محمود دسوقي ومن اخراج محمد جمعه. بيواصل الفنان ماكسيم خليل تصوير مشاهد مسلسله يا ريت المقرر عرضه في شهر رمضان، وهو عمل لبناني سوري مصري، اخراج فيليب اسمر وكتابه كلوديا مارشليان، وبيشارك فيه من مصر هاني عادل ومن سوريا منى واصف ووسام حنا وعدد كبير من الفنانين منهم ماجي بوغصن. بيواصل الفنان كريم محمود عبد العزيز وايتن عامر والمخرجه شين عادل تصوير عدد من المشاهد الداخليه لمسلسل شقه فيصل في استوديو الاهرام. وبتدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي كوميدي حول اربع شباب بيسعوا لتحقيق حلمهم. وبيشارك في بطوله المسلسل احمد فتحي ونسرين امين وصلاح عبد الله، وهو من تاليف محمد صلاح العزب. حقق كليب ندمانه لسومه 1,000,000 مشاهده خلال 10 ايام بس، وده بعد اصدار البومها، والاغنيه من كلمات نصر محروس والحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي امير محروس ومن اخراج نصر محروس. اعتذرت الفنانه ليلى علوي على مشاركه في الدوره الخامسه لمهرجان الاقصر للسينما الافريقيه كعضو لجنه التحكيم في المسابقه الروائيه الطويله، بسبب انشغالها ببدايه تصوير مسلسل هي ودافنشي مع الفنان خالد الصاوي. ودلوقتي نروح لفاصل نرجع نكمل حلقتنا، استنونا.